طيب خلينا نروح لك بقى يا مريم، وبرضو عايزه الناس تعرف عنك اكتر، فكلمينا انت ابتديتي امتى، وبرضو موضوع الفوز او المشوار كان عامل ازاي معاك لغايه لما دلوقتي بنتكلم الدوري يعني. او انا ما كنتش بكسب خالص لغاية 2020 كده يعني، يعني كانت ولا مرة لغاية سنة 2020 وبعد كده فجأة نكسب الدوري. اوكي هي طلعت معايا فجأة كده، كنت وانا صغيرة كنت بكسب، بعد كده لما كبرت شوية ده الموضوع نفس بدأ يبقى القصة صعب. شوية. اوكي يعني حاجة شبهها كده. طب ليه، ايه الفكرة برضو، احنا نروح للتفاصيل شوية. والله انا ما اعرفش يعني، لا كل مرة بحاول اشد نفسي عشان اكسب وفي الاخر ما يحصلش نصيب، بس يعني ان شاء الله هل يحصل نصيب. الدراسة كانت جاية مثلا على حساب شوية التدريب أو التمرينات؟ لا مالهاش علاقة. ملهاش اوكي علاقة يعني، هو الموضوع كله بيبقى تنظيم وقت، بس الموضوع كله ايه؟ بيبقى تنظيم وقت يعني. انا لو اوكي نظمت وقتي كويس هعرف اتمرن كويس وهعرف اذاكر كويس وكل ده. يعني بس ما كانش إصابات، ما كانش في مشاكل يعني، كنتوا بتواظبوا في التمرين، كنتوا بتروحوا، كنتوا بتعملوا الأقصى ما عندكم زي ما بيتقال، ولكن التوفيق ما كانش موجود. اوكي والتوفيق بيجي من عند ربنا برضه. تمام. طب ماشي سامعينك، كملي كملي يا مريم، انتوا ليه مخضوضين؟ لا بجد احنا قاعدين بندردش. اوكي فما يعني ده مش انترفيو ودي مش كاميرا وده مش استوديو كده. اوكي فخليني اعرف اكتر. يعني انا مثلا بدات من وانا عندي 3 سنين، كان سني صغير 3 سنين. 3 سنين، وانا اللي خلاني احب الكاراتيه ان انا لقيت اختي بتلعبها بصراحه، فشبطت فيها وقعدت العبها. اوكي يعني في العيله اوريدي في حد. تمام. بعد كده قلت لنفسي ان انا، لا انا عاوزه ابقى بطله زي الناس اللي انا بشوفها في التلفزيون، وابقى بطله عالم وزيهم وكده، فكل شويه بقعد اشد على نفسي برافو يعني. حلو جدا. وبرده في المدرسه تانية ثانوي؟ لا انا ثانويه عامه. ثانوي عام.